عام مضى من الإنجاز و أرحب بك يا آمنة، سعدنا بكل الناس المواصلين معانا الفقرات العديدة والمختلفة. الليلة الفقرة الثالثة معاكم، بنحاول نشوف كلنا خلال السنة دي مرينا بشنو. فحاجة جميلة جدا إنه قناة البلد الفضائية على مدار عام كانت متابعة بشكل كبير جدا لطاعون الإيدز مع دكتورة نهلة، شاركت من بدايات الاكتشاف لكيفية المحاربة للبصمة الموجودة في المجتمع، للوعي المجتمعي، لكيفية التعامل ولكيفية العلاج والتخطي. ملخص كبير جدا لعدد كبير من الحلقات كانت منورانا دكتورة نهلة يا آمنة، ونحن سعيدين كمان أن نضمها معنا في احتفاليتنا للسنة. أكيد أكيد، مرحبا بك دكتورة نهلة حسن. والآن مضى عام لقناة البلد الفضائية، وأنت دوما كنت تزينين حضرة المساء، من جانب التوعوي ومن جانب الرسالة كذا. ما مرحب بك يا دكتورة. مرحب بكم ومساء الخير على الجميع، وكل سنة وقناة البلد دائما منورة. وصراحة نحن سعيدين جدا انه نحن الليلة يعني جزء من المشاركة بالاحتفال، ودي فرصة سعيدة جدا لنا صراحة، بالإضافة لاستضافتها لنا على مدى عام وأكثر. ولو بتذكروا في الحلقة الفاتت انا كان قلت لكم انه احنا تمينا سنة، يعني تمينا سنة مما بدينا المشاركات على مدى هسه 17 حلقة بالليلة. فكانت صراحة سلسلة جميلة جدا، وزي ما قلت قبل كده كان عندها أثر واضح جدا في البرنامج، وبدأ يحصل توسع جميل جدا واستجابة حلوة خالص. يعني احنا عايزين نسترجع الحاجة دي للمشاهد، 17 حلقة اللي انت ذكرتيها، عدد ربما لمدة عام يكون بسيط، لكن الاستفادة كانت بشكل أوسع أو أكبر. بسيط، هو بمعدل حلقة أو اثنين في الشهر، ودي حاجة المجتمع استفاد شنو دكتورة نهلة؟ احنا طبعا بدينا الحلقة مما السلسلة التوعوية مما هو الإيد نفسه كمرض، مراحله من ناحية علمية بحتة. بعد كده تكلمنا عن الخطة الاستراتيجية القومية اللي احنا واضعينها وماشيين على خطاها لمكافحة الإيدز، اللي هي جاية بتوصية أو بناء على منظمات الصحة العالمية وكده. بعد كده اتكلمنا عن علاقته بالأمراض المزمنة أو الغير سارية، وتحدثنا عنه بصفة أكثر في الأطفال. بعد ذلك اتكلمنا عن الوقاية بعد التعرض، اللي هي دي الجزئية الوحيدة اللي احنا يكون فيها وقاية حقيقية من الإيدز، يعني حتى لو الشخص تعرض لحاجة ودخل الفيروس لجسمه. تكلمنا في الحلقة دي عن إنه نحن قادرين إنه نمنعه، وحتى بتذكر إنه إحنا قلنا عندنا سياسة هتتطبع وهتتجاز بعد ما تتجاز من مجلس السياسات، والحمد لله أنا بقول الليلة إنها هي أجيزت وهي غيضة الطباعة، وإن شاء الله شهر 3 هنعملها تدشين على 50 مستشفى وعشرة وزارات زي 300 مركز صحي. برضو من الحاجات اللي تكلمنا عنها اللي هي الوصمة، وصمة والتمييز دي ركزنا عليها كثير، لأنه هي العامل الأساسي المعيق في تقديم الخدمات، وفي نفس الوقت مساعد عليه انتشار المرض. صحيح. والكورنر ستون في الموضوع كله، يعني حتى كانت واحدة من الحاجات الأساسية في الوصمة إنه حتى إعلامياً إحنا ما كنا بنقدر نتكلم عنه، يعني خالص ما بنقدر نتكلم عنه. فالحمد لله يعني كانت تغطية جميلة جداً، وتقريباً غطينا كل المواضيع، وظهر المدى بتاعه حتى في المواصلات. في الحلة في البلاغوني بقول انت مش الدكتورة اللي اتكلمت في التلفزيون، ايوه الكلام اللي قلتيه ده جد ولا كلام تلفزيون ساي؟ لا الكلام ده كده، فكان مسموع والناس عرفته وتفاعلت معه. وبصراحة انا شخصيا على مستوى الولاية البرنامج يعني تغير كثير، يا سلام. التغطية توسعت، يعني نحن السنة دي يعني التارجت بتاعنا انه نصل لحوالي 1500، نحن تقريبا وصلنا ل 1000 اكتشاف 1000 حالة ما شاء الله، وده نسبة عالية جدا كبير يعني فعلا. يعني احنا كنا بالكثير بنصل لحد 400 300 وحاجة، السنة اللي فاتت دي احنا وصلنا ل 1000 حالة جديدة. وصلنا لنسبة بتاعت منع انتقال رأسي 99.6 ما شاء الله. زادت عدد الوحدات بتاعتنا، بس الحمد لله ان شاء الله ماشيين فيها اكثر ان شاء الله. ان شاء الله جميل جدا، سعيدين احنا كنا شركاء في النجاح الكبير ده، يعني رب ريدي الصحة والعافية ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ادي الصحة والعافية للجميع ولكل المتعايشين. وبنتمنى بجد، يعني انا رسالتي الأساسية الليلة انا هركز على حاجتين، اللي هو الوصمه، لانه يا جماعه الوصمه دي واقفه لنا عائق اساسي في محاربه المرض. وانا زي ما قلت العدو بتاعك طالما هو خفي وانت رافض تعترف به حيظل شنو يشتغل في الخفاء وحيدمر بصوره اكثر. الناس تدي فرصه انه المتعايش يعيش حياته، ونقدر نغير الوضع الحقيقي. وزي ما قلت انه
اقرب زول توقفيه في الشارع حتقول له الضغط والسكري في السودان كيف؟ طوالي ممكن يقول لك كثير وفي كده، لكن احنا دايرين نصل للمرحله دي في الايد، عشان انت ذاتك كمواطن لما تعرف حجم المشكله الحقيقي هتعرف انت كيف تقدر تتفادى تحمي نفسك. صحيح، لانه هو من الامراض الممكنه الوقايه منها، لانه 97% بالجنس، ما زي كوفيد، كوفيد بالعطسه. صح، يعني دي صعبه شويه، لكن ده الا انت خليه وهو يكاشف يعيش حياته طبيعي، يحصل على الخدمات الصحيه المخصصه له، وانت تعرف هم كم في المجتمع او مدى المشكله قدر شنو، انت بتقدر تحمي نفسك. صحيح، وطالما انه ما بيجي بالمصافحه ولا بالسلام ولا بالاكل ولا بانه يشتغل معك في نفس المكتب او يعيش معك في نفس البيت، اذا احنا في السيف سايد، ما في اشكال. فبنتمنى انه الناس تساعدنا في اليوم ده، واحنا بنحتفل بمناسبه مرور عام عليكم، انه يرفعوا الوصمه ويدونا فرصه نقدر نكافح مكافحه حقيقيه للمرض، وندي المتعايش فرصه انه يعيش حياته. ونصل احنا للدارين انه في النهايه، وبرضه داير اقول انه الايدز مرض مزمن وليس قاتل. نعم، جميل جدا. دكتوره نحلة، يمكن انت في حلقات متتاليات عبر حضرة المساء كنت دائما بتوصلي رساله توعويه لكل الاسر ولكل المرضى، مرضى الايدز. خططكم الان، نحن تمينا سنه وانت موجوده معنا، خطتك او رسالتك التوعويه ما بس في داخل العاصمه، وانما يعني في الولايات خارج السودان. خطيت خطه الليله عليك انت يعني حامل 1 2 3 كده. هو اكيد احنا اصلا زي ما قلت لك احنا محكومين بخطه قوميه، هي الخطه الاستراتيجيه بتكون على مدى 5 سنين. نعم، فانت بتفصليها بالسنين، لكن انا بالنسبه لي سبيشالي ولايه الخرطوم، انا خطتي على مستوى التوعيه والاعلام، انا السنه دي بالذات ما عايزه اثبت في ذهن الناس غير معلومه واحده ومهمه جدا بالنسبه لي، انه الايدز حاله مرضيه مزمنه غير قاتل، بيسببه فيروس نقص المناعه البشري على مراحل، وبينتقل بالاتصال الجنسي، فالناس ممكن تغي نفسها منه. الحاجه الثانيه انه عنده علاج حبتين في اليوم، صحتك بتكون كويسه 100%. لو عايز تتزوج في الجمعيات بتاعت المتعايشين هتتزوج، صحيح، بتنجب اطفال سليمين، ومع السريه بتاعت البرنامج هتكون مواصل في موقع عملك بدون ما زول يعرف انك انت شنو مصاب. والسبب في الحته دي طبعا الوصمه، لانه احنا لو قلنا انه مصاب هو ما حيعيش في صح استقرار. صح، فيا جماعه الحته دي افهموها لي شديد، يعني ما قاتل ولا حيكون فيه اي نوع من الاشكال الاجتماعي بالنسبه لك. بالعكس تماما، انت كل ما جيت بدري وانت عارف انه انت مثلا عندك عامل بتاع خطوره بيخليك انت داخل في الزون بتاع الريسك بتاع الاتش اي في، بيكون احسن من انك تخلي المرض يستفحل في جسمك وترقد في المستشفى، واول ما يجيك درن وتبقى ضعيف كل الناس حيعرفوا شنو انه انت عندك شنو بعدك. انا زي ما بقول دائما، لو اديناك علاج ورجعت بقيت احسن من جون سينا المصارع في النهايه، وتفر الناس عرفت انه انت عندك. بالضبط كده، تعال بدري وانت بصحتك هتفضل بصحتك، واولادك حيجوا كويسين ما في مشكله. فالحاجه الثانيه، عندكم 72 ساعه ذهبيه. اي زول يتعرض لحاجه ممكن تقول له اعتداء جنسي، نقل دم كابن ادم خطاء، يعني اي هفوة اي حاجه مارست جنس بطريقه يعني ما شرعيه بلغتنا نحن، او مع اكثر من شخص، الحق نفسك تعال افحص. اذا ما في نحن بنوريك يعني تتغي نفسك كيف، واذا في عشان تاخذ العلاج بتاعك. عندك 72 ذهبيه، حتى لو المارست معاه والوسيله جابت لك الدم دي فيها ايد، في 72 ساعه في ادويه معينه بتقضي عليه قبل ما يرتبط في البدايه بالخليه بتاعت الجهاز المناعي، وثاني بعد كده طبعا صعب انه يعني الزول يتخلص منه. جميل، بعد 72 ساعه ثاني ما في فرصه ذهبيه حقيقي. أيوة، يعني دكتوره هنا شاكر لك جدا، وعايزين منك كلمه ختاميه تعبيرا لوجودك ولمشاركتنا معك في مشوارك. انا صراحه يعني انا عاده فصيحه، لكن الليله صراحه ما لقى كلمات اشكر بها الغناء اول حاجه، لانه بجد كوني نحن نكون موجودين في حلقه بتتكلم بمناسبه او بتحتفل بمرور عام، ونحن ناس مكافحة الإيدز جزء شريك فيها، ده بحد ذاته انتصار لنا نحن. يا سلام، إنه الإيدز طلع من مرحلة الوصمة الإعلامية وبقى يحتفى به وعادي ويدخل في ناي. وشكري طبعا أكثر وأجزل للغناء وصراحة للتعاون التام معهم، وما قصروا معانا خالص. نحن مطا ما طرقنا باب، يعني كان باب مفتوح لنا، فبنتمنى لهم التوفيق دايماً ودايما إن شاء الله دايما الغنوات المتقدمة إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا جدا دكتورة لكم حسين، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى للحديث أكثر وأكثر.